ربما كان المهندس الوحيد في التاريخ الذي اشتهر اسمه في جميع أنحاء العالم. أمر فريد أن يذكركم الناس بهذا الشكل في مجال هندسة البناء والصناعات التقنية. كان جوستاف إيفيل ساحر الصناعات المعدنية، أحد ألمع نجوم القرن التاسع عشر، وأحد الذين صعدوا في نهضة فرنسا. وجد نفسه مع كتل بناء معدنية، كتل عليك تجميعها، واكتشف أنه باستخدامها يمكنه القيام بأشياء غير عادية. كان أشبه بمشاريع شركة آيكيا في عصره، فقد بنى كل مشروع بطريقة منظمة للغاية. عندما ننظر إلى إبداعات إيفيل، يمكننا أن نرى أن كل مشروع أدخل تحسينات على الذي يليه. عبقري في عالم التكنولوجيا، بصرف النظر عن برجه الشهير الذي أصبح رمزاً لباريس، فقد حلم وبنى آلاف الهياكل المعدنية على مدى أكثر من 30 عاماً، وفي 5 قارات في أوروبا وآسيا وأفريقيا وحتى الأمريكيتين. القناطر والجسور والمحطات والمراصد، لكن أيضاً هيكل تمثال الحرية الشهير. كان جوستاف إيفيل باحثاً دؤوباً سعى باستمرار لتحسين التقنيات المتاحة في ذلك الوقت، مثل تقنية تركيب أسطح الجسور. عمل طوال حياته من أجل العلم والتقدم، وكان شغوفاً بذلك. كان إيفيل رجلاً يبتكر باستمرار فيما يتعلق بأساليب البناء وتنفيذ خططه. أمضى جوستاف حياته كلها في الابتكار والاختراع، وكان مهوساً بشيء واحد، وهو الدخول في التاريخ. كان من المفترض إزالته بعد المعرض العالمي في عام 1889، لكن من المستحيل في يومنا هذا تخيل باريس من دون هذا البرج تحفة جوستاف إيفيل. إذا رسمت خطين بهذا الشكل، ستتعرف على الفور على مخطط برج إيفيل، شعار قوي، ويبقى هذا البرج في نفوسنا رمزاً للجرأة. في كل سنة يأتي 7 ملايين شخص لزيارة هذا الصرح الحضاري والتعجب من البناء المعدني الخفيف جداً، بحيث إذا كنت تريد صهره وتحويله للوحة معدنية كبيرة فستبلغ مساحتها 125 متراً مربعاً. لديك صفيحة معدنية بسمك 6 سنتيمترات، ولا يوجد الكثير من المعدن في هذا البرج. لكن بينما يألف الجميع برج إيفيل، لا يعرف سوى القليل عن الرجل الذي صممه. ولد جوستاف إيفيل في ديجون في عام 1832، ووالدته كاثرين ميلاني مسؤولة الأسرة في منزل عائلة إيفيل. كانت ميلاني ابنة تاجر خشب، امرأة ذات شخصية قوية، وقد شعرت أن الأحوال ستتغير إثر الثورة الصناعية، لذلك قررت الاستثمار في صناعة الفحم. كان والد جوستاف مثالياً إلى حد ما، ولذا ورث سمات من كلا والديه. أثبت الشاب جوستاف جدارته بوصفه طالباً موهوباً، الأمر الذي استحق فخر والديه. بعد الانتهاء من المدرسة الثانوية، توجه إلى باريس ليلتحق بالمدرسة المركزية للفنون والتصنيع، ويتخرج مهندساً في عام 1855. بعد تخرجه، بدأ جوستاف يبحث عن وظيفته الأولى، وعثر على واحدة بفضل علاقات والدته. بدأ العمل لدى شارل نيفو، وهو مهندس مستقل تخرج في مدرسة إيكول سنترال قبل سنوات عدة. العلاقات التي أنشأها إيفيل جوهرية، لأن نيفو يعمل في مجال الإنشاءات المعدنية، وهكذا بدأت قصته مع المعادن. لكن أي معدن على وجه الخصوص؟ مع بداية القرن التاسع عشر بدأت ثورة فرنسا الصناعية بفضل المحرك البخاري واستخدام الفحم لتوليد الطاقة. بدأت صناعة المعادن بالتطور، وظهرت مواد جديدة مكونة من مزج الفحم مع خام الحديد بتراكيز مختلفة. المعدن الأكثر استخداماً في البناء في نهاية القرن الثامن عشر هو حديد الصب. يمكن لعمود من حديد الصب بقطر 10 سنتيمترات تحمل الوزن نفسه الذي يتحمله عمود حجري بسماكة 80 سنتيمتراً.
سرعان ما فرضت هذه المادة الجديدة قيوداً معينة. حديد الصب متين وقوي، لكنه يتشقق بسهولة ولا يتصف بالمرونة، وليس من السهل تجميعه. تحتاج إلى مستوى مرونة معين، لأن الجسر الذي يتمتع ببنية جامدة سيتحطم من يوم إلى آخر. لا يمكن أن يتحمل حديد الصب القاسي والهش قوى الشد، لذلك ظهرت الحاجة إلى ابتكار شيء آخر. استخدم جوستاف الحديد المطاوع الذي أصبح مادة البناء المفضلة لديه لاحقاً، إذ إنها سبيكة تم إنشاؤها عن طريق تكرير حديد الصب. يتضمن ذلك تسخين حديد الصب وصهره وتقليبه باستخدام أدوات معينة، ما يؤدي إلى تنقية المعدن وإزالة كل الكربون الزائد في حديد الصب. وكان لهذا الحديد المطاوع خصائص ميكانيكية معينة أكثر ملائمة للبناء. المعدن قوي للغاية مقارنة بوزنه، كما أنه يتمتع ببعض المرونة، وبالتالي بإمكانه تحمل قوى الانضغاط وقوى الانحناء والشد. انطلق البناء المعدني حقاً مع اختراع الحديد المطاوع، وأيضاً مع اختراع آلة درفلة الحديد، وهي مكبس ضغط يستخدم لتسطيح المعدن. لهذا السبب كان جوستاف ومعاصروه من أكبر مناصري صناعات الحديد المطاوع. وسرعان ما حصل الموظف الشاب جوستاف على فرصته الأولى لإظهار إمكانياته. كان رئيسه قيد العمل على مشروع مثير، جسر معدني لسكك الحديد في بوردو على نهر جارون. لكن المشروع في الموقع المعني واجه تحدياً كبيراً، إذ يبلغ العمق الأقصى لنهر جارون 10 أمتار بأرضية غير مستقرة، فكيف ستنصب أعمدة الجسر في ظل هذه الظروف؟ من أجل الفوز بعقد العمل هذا، اقترح نيفو وإيفيل تقنية رائدة تم اختبارها مسبقاً في المناجم عندما تمت مواجهة مشكلة تدفق للمياه في الأنفاق. سميت هذه الطريقة بطريقة تريجر، وقد استخدمت بالفعل في بناء الجسر في بوردو. كان تريجير عالماً جيولوجياً فرنسياً، قام إيفيل بتكريم ذكراه بعد 7 سنوات، إذ ظهر اسمه بين أسماء العلماء 72 المنقوشة على الطابق الأول من برج إيفيل. وجد جوستاف نفسه المسؤول الوحيد عن هذا المشروع، الذي لم يكن هو من وضع الخطط التنفيذية له. كان عليه أن يطبق هذه الطريقة في استخدام الهواء المضغوط من أجل العمل تحت خط الماء وحفر أساسات الجسر. لا يزال العمل في الماء معقداً حتى يومنا هذا، الأمر الذي شكل تحديات جديدة في ذاك الوقت، ما دفعه لابتكار أساليب جديدة على الفور. حتى ذلك الحين كان الحل الوحيد لبناء أسس جسر عبر النهر هو إنشاء السدود في موقع البناء. كانت هذه الإنشاءات طويلة ومكلفة، لكن هذه المرة كانت لدى جوستاف فكرة أخرى بارعة. باستخدام العبارات أحضر إيفيل حلقات من حديد الصب مجمعة معاً في أنبوب كبير مجوف بطول 12 متراً. كان هذا الأنبوب أساس دعامة الجسر المستقبلي، تم إسقاطه في الماء عمودياً. كما سهلت الحافات السفلية الحادة التثبيت في قاع النهر، تم فصل الجزء الداخلي من الأنبوب إلى 3 أقسام. الجزء العلوي مكشوف في الهواء، والجزء السفلي عبارة عن حجرة مانعة لتسرب المياه، حيث يتم حقن الهواء المضغوط بضغط يبلغ 3 أو 4 بار. يعمل هذا الهواء المضغوط على صد الماء في الحجرة ومنعه من الدخول إلى الأجزاء الأخرى. ثم نزل العمال إلى الحجرة السفلية وتمكنوا من حفر الأرض في هذه المساحة المضغوطة. أرسلوا الأنقاض إلى أعلى الغرفة المركزية باستخدام نظام تتابعي، حيث كان ينتظر بقية العمال للتخلص منها عبر الجزء العلوي من الأنبوب. كانت طبيعة العمل في هذا النوع من الحجر الضيقة شاقة ومتعبة، فالعمال في تناوب مستمر على مدار الساعة طوال الأسبوع. لكن إيفيل لم يكن راضياً تماماً عن هذه الطريقة المبتكرة. لرفع كفاءة العمل، قام بتثبيت مكبس هيدروليكي في الجزء العلوي من الأنبوب. أدى الضغط الناتج إلى تسهيل غرق الأنبوب، وبالتالي توفير الوقت الثمين. كان إيفيل رجلاً خلاقاً باستمرار،
فيما يتعلق بأساليب البناء وتنفيذ الخطط. عند بناء أول جزء من دعامات الجسر كانوا يحفرون 20 سنتيمتراً تحت قاع النهر يومياً. ازداد هذا المعدل إلى متر يومياً بفضل طريقة إيفيل. في المرحلة الأخيرة وبمجرد أن اصطدموا بأرض صلبة على عمق 15 متراً في قاع النهر، أمرهم إيفيل بملء الأنابيب بالأسمنت، وبذلك أصبحت الأعمدة الاثني عشر نفسها التي تدعم الهيكل المعدني للجسر. كان الابتكار الثاني في بناء الجسر هو اختيار استخدام نفق مفتوح. سيراودك شعور بالخفة عند رؤية هذا النفق يبنى تدريجياً بين العامين 1858 و 1860. كان الجسر في بوردو أول جسر فرنسي بني باستخدام هذه التقنية الشبكية مع أعمدة تقاطعية إذ كانت أكثر خفة. كان الأمر مذهلاً في ذلك الوقت. تشوق الجميع لزيارة هذا الجسر لكي يشهدوا هذه الطريقة الجديدة لبناء الجسور المعدنية. في هذا المشروع يمكننا أن نرى انطلاقة طابع جوستاف الفريد. إنها حقاً أبجدية معمارية استخدمها في مشاريعه كلها لبناء الجسور. بفضل هذه التقنية كان جوستاف إيفيل متفوقاً على منافسيه. كان الحل الذي قدمه أقل تكلفة بالنسبة إلى المواد الخام، إذ سمحت له هذه الميزة المالية باستحقاق العديد من العقود الجديدة. استخدم جوستاف إيفيل البراشيم بدلاً من البراغي لربط الأجزاء المختلفة من الهيكل الشبكي. البرشمة الساخنة هي تقنية أخرى تبناها وروج لها واستخدمها في جميع منشآته. بالنظر إلى إبداعات إيفيل، نعلم أن الحلول التي قدمها لهم كانت الأفضل دائماً. الحقيقة، ما يميزه هو أن الحلول التقنية التي قام باستخدامها كانت مبتكرة للغاية. يتم توصيل صفيحتين معدنيتين بوساطة البرشام، ويؤدي تبريد المعدن إلى تقلصه، وبالتالي سيستحيل فصلهما. ميزة التثبيت بالبرشام هي أن القطع لا تتحرك بشكل مستقل عن بعضها بعضاً، ما يزيد عوامل الصلابة والمتانة في الإنشاءات، ونرى هذا في الإنشاءات التي يزيد عمرها عن 100 عام ولا تزال قائمة. البرشام هو هذا الوتد برأس في أحد طرفيه الذي نسخنه حتى 1200 درجة مئوية. الآن يتقن عدد قليل من فرق البناء هذه الطريقة التي تم تناقلها عبر القرون. هناك شخص واحد يعمل في الصهر، ثم هناك شخص آخر يأخذ البرشام الساخن ويضعه في مكانه المخصص، ثم يقوم شخص ثالث بتشكيل الرأس الثاني للمسمار بمطرقة تثبيت تشكل الرأس المستدير الثاني الذي يمكنك رؤيته على الجانب الآخر. هذه العملية مشابهة للتقنية المستخدمة في القرن 19. في بوردو ابتكر إيفيل طريقة أخيرة أصبحت فيما بعد أحد ابتكاراته المميزة، فقد دخل مرحلة توحيد المعايير. تم تجميع عدد قليل فقط من القطع المعدنية وبعض الهياكل الأساسية، وهي الأقواس بزاوية قائمة والأقواس المتقاطعة، وتكرر هذا الأسلوب في بقية مشاريعه. التوحيد مثير للاهتمام حقاً. كان الأمر ببساطة متعلقاً بمكننة مشاريعه، إذ خطرت له الفكرة في موقع البناء. كان مبتكراً في كل مشروع. وجد نفسه محاطاً بكتل بناء معدنية ويجب تجميعها، وأنه باستخدامها يمكنه القيام بأشياء غير عادية. كان مثل مشاريع شركة آيكيا في عصره، فبنى كل مشروع بطريقة منظمة. في أقل من عامين سلم إيفيل الجسر مع الالتزام بكل من الميزانية والموعد النهائي. حتى بعد نحو 150 عاماً ظل جسر السكك الحديدية الوحيد في بوردو. أظن أنه من خلال هذا الجسر تعلم ما يعنيه أن يكون مقاولاً ومصنعاً. كان نجاحاً لإيفيل على الصعيد التقني والبشري. سأقول إنه نجاحه الأول الباهر. أصبح معروفاً بشكل لا يصدق بعد ذلك. بفضل الجسر جاء الناس إليه متطلعين لتعلم واستخدام أساليبه التقنية. بعد أعمال البناء في بوردو، حصل إيفيل بالتأكيد على شهرته وكذلك ثقة صناع القرار. حصل على مشاريع بناء أخرى في أنحاء الجنوب الغربي، لكنه كان يفكر في خطوته التالية، ألا وهي أن يبدأ شركته الخاصة. في عام 1866 أنشأ شركته الخاصة جوستاف إيفيل بيلدر في سن 33، وأنشأ ورشات عمل ومصنعاً في ليفلوا بيري.
كان هو المصمم، قام ببناء القطع وتجميعها معاً. كان مسؤولاً عن كل خطوة من العملية، وكان الأمر جديداً بالنسبة إليه مقارنة بأعماله السابقة. كان إيفيل رجلاً واثقاً بنفسه كلياً وبإمكاناته وقراراته أيضاً. كان مهتماً بالجوانب المالية والقانونية لمشاريعه، وأظن أن الأمر فطري لدى إيفيل، كأن الأمر كان في جيناته. لكن من أجل تطوير العمل في أسرع وقت ممكن، احتاج إيفيل إلى شريك. وجد هذا الشريك في رجل يدعى تيوفيل سيريغ، كانت لديه ثروة خاصة وقادراً على المساعدة في إنشاء الشركة. في الوقت نفسه كان مهندساً موهوباً جداً. تخرج تيوفيل سيريغ الأول على صفه، لذلك كان مهندساً موهوباً، وكان من المفترض أن تكون هذه الشراكة مثمرة. استمرت لسنوات حاسمة بالنسبة إلى مهنة إيفيل. كانت لديه موهبة إحاطة نفسه بأفضل الأشخاص، وكانت تلك موهبة لا جدال فيها. لكن كان إيفيل الرئيس الوحيد، وهذه حقيقة واضحة ومكتوبة بالخط العريض في عقد شراكته مع سيريغ. بفضل الصلات الاجتماعية التي شكلها في بوردو، حصل إيفيل على أول عقد كبير له، جسران طويلان جداً في منطقة آليه. للمرة الأولى يتم اختيار المعدن لأسباب اقتصادية، لأن أعمال البناء التقليدية في هذا الارتفاع ستكون أكثر تكلفة. هنا لدينا أول بناء شيده إيفيل مباشرة بعد إنشاء شركته الخاصة. يبلغ طوله 180 متراً وارتفاعه 59 متراً. قبل أعمال البناء هذه لم يكن هناك سوى جسرين معدنيين في فرنسا. لكن مع كل الاحترام لأولئك المقاولين والمصممين، لا مجال للمقارنة مع هذا. المنحنيات الأربعة التي تراها في الأسفل تحقق استقراراً معيناً للهيكل وتوفر مقاومة ضد الرياح. حل بقدرته الهندسية مشكلة فنية، وأعطى الجسر بقدرته المعمارية أناقته. إنه شكل يمثل مقدمة للأشكال التي استخدمها لاحقاً في برج إيفيل، وهو مبدأ الاستقرار نفسه. والآن لا تزال القطارات تسير بين كليرمون فيرون ومون لوسون على جسري روزات ونوفيال. أثناء بنائهما أثار إيفيل الإعجاب مرة أخرى بجرأته، وتقدم بطلب للحصول على براءة اختراعه الأولى. تقدم بثلاثين طلباً لبراءات اختراع تقريباً على مدار حياته، وكانت براءة الاختراع الأولى هذه عن التقنية التي كانت تسمى إطلاق الجسر. كانت عملية إطلاق الجسر عبارة عن عملية تتكون من تركيب سطح معين، وهو الجزء الأفقي من الجسر فوق الدعامات التي ستحمله. كانت هذه عملية خطيرة وحساسة للغاية. بنوه على ضفة النهر، وهي عملية سهلة. بعدها كان عليهم إيجاد وسيلة لنقل الجسر ودفعه إلى الأمام بكفاءة دون التسبب بأي ضرر. كان هناك نحو 60 عاملاً على السطح، وتشبثوا بالعتلات الخشبية الكبيرة التي يبلغ ارتفاعها 7 أمتار، ومع الصياح 1 2 3 ادفعوا، حركوا السطح إلى الأمام بمقدار سنتيمتر تلو الآخر، ولأنه كان صلباً حركوه إلى الأمام من 50 إلى 60 متراً في الهواء من دون أن ينكسر. وأجرى إيفيل تحسينات في الطريقة التي دفعوا بها السطح. لم يكن الأمر سهلاً، فقد كان ثقيلاً. لم يكن الوزن هو المشكلة الوحيدة. قبل أن يصل الجسر إلى موقعه النهائي، كانت الدعامات الأولى معرضة لخطر الانهيار. توصل إيفيل إلى حل، وهو هيكل متأرجح، مثل عربة ذات عجلات موجهة إلى الأعلى لكي ينزلق السطح فوقها. قبل أن يأتي إيفيل، بلغت قدرتهم على الدفع نحو 50 سنتيمتراً كحد أقصى في اليوم، لكنهم الآن أصبحوا قادرين على مضاعفة التقدم بشكل كبير، لذا كان أمراً هاماً. مع اختراع إيفيل، حركوه أكثر من 5 أمتار في اليوم. هذا هو الوقت الذي أظهر إيفيل فيه أن لديه موهبة التواصل، ابتكار شيء جيد وشرح كيفية القيام به بمهارة. وهنا ظهرت قدرته العالية على شرح كيفية القيام بالأشياء على أكمل وجه. أكد نجاح هذين المشروعين مكانة شركة إيفيل واحدة من شركات البناء الرائدة، بينما كانت فرنسا تتجه نحو الكساد الاقتصادي بعد الهزيمة في حرب عام 1870. كانت أرباح جوستاف إيفيل تزداد 4 أضعاف وشرع في غزو العالم. الجدير بالذكر أنه حصل على عقد محطة السكك الحديدية بودابست ويسترن الرائعة في هنغاريا.
كانت مبتكرة ومتناغمة للغاية. فيها سقف زجاجي ضخم، ثم على كلا الجانبين توجد مبان من الحجر والطوب، في حين أن الزجاج والطوب والقوى العاملة كلها محلية المنشأ. أحضر 1500 طن من حديد الصب والفولاذ والمواد اللازمة للبناء ورؤساء العمال من ورش إيفيل في ليفلوا بيري. لم يكن إيفيل يثق بأي شخص سوى نفسه وموظفيه وعمال البناء التابعين له. وفر المال عن طريق حساب كمية المعدن التي يحتاج إليها بدقة، وقام بإعداد القطع في مصنعه، واتبع سياسة عدم الخطأ. كان كل هذا جزءاً من منظمة إيفيل الساعية إلى الكمال، وكان أحد مفاتيح نجاحه. تم إظهار هذا المعدن الذي نقل من فرنسا إلى مسافة 1500 كيلومتر في كل أنحاء المكان، وكان ذلك ثورة حقيقية آنذاك في هذا النوع من المباني. لذلك عليك أن تعترف بأن هذه المحطة مميزة جداً، إذ في ذلك الوقت كان المعدن يعتبر مادة المهندس، وهي قبيحة ولا يتم إظهارها. وبينما يشكل المعدن في بودابست دوراً هيكلياً أساسياً، فإنه يلعب أيضاً دوراً جمالياً. وكانت هذه المرة الأولى التي يستطيع أن يقول فيها إن بإمكان أي مهندس معماري رؤية أنه يمكنني استخدام معدن المهندس، ويمكنني أيضاً اقتراح أشكال معمارية لا يمكنكم بناؤها أبداً. في أعقاب بودابست بنى إيفيل محطات وأسواقاً مغطاة في جميع أنحاء أوروبا وصولاً إلى بيرو. ثم في عام 1875 حصلت شركته على ثاني أكبر طلبية في تاريخها لبناء جسر في بورتو في البرتغال. فاز بالعقد من خلال اقتراح تصميم مبتكر، لكن بميزانية كانت أرخص بثلاث مرات من ميزانية منافسيه. نفى الجميع إمكانية تحقيق هذا، لذلك تم التحقق من الحسابات من قبل مهندسين آخرين، واضطر الجميع إلى القبول بأنه كان ممكناً وأنه كان متقدماً على منافسيه. الجسر المسمى جسر ماريا بيا هو على شكل قوس، وقد صمم من قبل تيوفيل سيريغ مساعد إيفيل. القوس هو شكل معروف في عالم العمارة، لكن هذه المرة تجاوزت الأبعاد كل ما تم تحقيقه سابقاً. كان طول الجسور التي تم بناؤها حينها 50 أو 70 أو 100 متر، لكن بلغ طول هذا الجسر 160 متراً، جذب انتباه الناس وأظهر إمكانيته في تجاوز الطرق المتبعة حينها. لقد كان مشروعاً مثل كل المشاريع الأخرى التي سبقته، لا يمكن تقليده من الناحية الفنية، ومبتكراً وأرخص من غيره، ومصمماً وفقاً لجدول زمني. هذه لحظة مجيدة، وهذا المجد مهد الطريق للمزيد، إذ ولدت أسطورة جوستاف إيفيل في عام 1878. بعد فترة وجيزة من افتتاح الجسر في بورتو، راسله خريج شاب من مدرسة إيكول بوليتكنيك مهندس جسور وطرق، كان ليون بويه مسؤولاً عن إنشاء خط السكة الحديدية بين مارفيجول في لوزير ونوسارغ في كانتال. نحن هنا في منطقة ماسيف سنترال، وعليك أن تفهم أنه إلى قرون عدة كان إنشاء طرق التنقل في ماسيف سنترال أمراً معقداً حقاً، إذ شكلت التضاريس الوعرة مشكلة للمهندسين في ذلك الوقت. رد إيفيل على بويه، تبادل الرجلان الرسومات وانتهى بهما الأمر بتصميم مشروع متأثر بشدة بجسر ماريا بيا. لكن لكي تجتاز القطارات مضيق ترويه في موقع جارابي، كان لابد من أن تكون أبعاد الجسر أكثر طموحاً، فكان عليهم عبور نصف كيلومتر أعلى المضيق. كان التحدي هائلاً وشبه مستحيلاً تقريباً. تحد من حيث العمال والخدمات اللوجستية. كان موقع جارابي في مكان نائٍ، وإمكانية الوصول إليه ضعيفة، على مسافة 30 كيلومتراً من أقرب محطة. في ذلك الوقت كان إيفيل محور الاهتمام في جميع أنحاء العالم، وبدا واضحاً أن شركة إيفيل هي الوحيدة القادرة على تولي هذا المشروع. لم يكن هناك أي مناقصات، وسلم العقد المباشر للبناء إلى إيفيل، وهو أمر استثنائي ولا يمكن حدوثه في حالة بناء جسور أخرى.
إنه أمر مثير بالنسبة إلى إيفيل لأنه جسر قام بتصميمه من ناحية، وأيضاً لا توجد أي منافسة، لذا يمكنه تحديد أي سعر يبدو معقولاً بالنسبة إليه. هذا ما دفعه للاختلاف مع شريكه، لأن سيريج يقول: إذا كنا سنستفيد من تصميم جسر بورتو فأنا من صممه، لذا أريد الاستثمار في غارابي. رفض إيفيل وأنهى عقد الشراكة بينهما، قام بتعيين مهندس جديد لمكتبه، وقرر تحسين مشروع غارابي من دون نسخ ما فعلوه في بورتو. الجسران متشابهان للغاية، لكن هناك تفاصيل معينة مختلفة، تفاصيل تم تحسينها. كان هذا ما يميز إيفيل عن غيره. كان بإمكانه أخذ النظام المستخدم في بورتو نفسه وإحضاره إلى هذا الموقع، لكنه انتهز الفرصة للمزيد من التحسينات. هنا في غارابي كل شيء خارج عن المألوف. يبلغ ارتفاع القوس 120 متراً عن الأرض، رقم قياسي في ذلك الوقت. لم يقم أحد ببناء جسر بمثل هذا الامتداد، 165 متراً ممتدة دفعة واحدة. افتتح موقع البناء في أغسطس من عام 1880. أرسل 3000 طن من العوارض المعدنية إلى الموقع. تم إحضار 20,000 متر مكعب من الجرانيت الحجري من لوزير التي تبعد نحو 15 كيلومتراً، وتم نقل المواد في عربات تجرها الماشية والخيول. لتجميع هذا الجسر طبق إيفيل تقنية طورها مع فريقه، كانت طريقة مبتكرة سمحت له بأن يجعل التكاليف أقل بثلاث مرات مما قدره منافسوه في البرتغال. كان إيفيل هو الشخص الوحيد في العالم القادر على تنفيذ هذه الطريقة على هذا المقياس. كانت تسمى هذه التقنية التثبيت الكابولي.